نحن الآن في قضاء حديثة جند الناعور الذي أنجز لغرض إدراج وحصر النواعير ضمن تراث ويسجل في اليونسكو إن شاء الله، وعلى غراره سيتم إنشاء ناعور آخر في مدينة هيت إن شاء الله، ودراسة المجتمع في مدينة عانة. هذا هو الناعور، هذا محمد طارق، هذا الناعور صناعي يدوية بحثة بدون استخدام مسامير، لا يستخدم به أي حديد، أنا مجرد يأكل أخشاب من نوع ليش؟ توت، من النوع التوت، أخشاب التوت، توت. وأنجز هذا الناعور لغرض إدراج حديثة لائحة حاليا أدرج ضمن حصر لائحة التراث العالمي اليونسكو. أي نعم، وسينجز إن شاء الله ناعور مماثل في مدينة هيت، بالإضافة إلى دراسة مجتمع مدينة عانة وإدراجها إن شاء الله ضمن التراث العالمي اليونسكو. هذا حسب تصريح مدير البيت الثقافي البارحة في إحدى الجلسات الهامش المؤتمر الدولي للمياه، صرح بهذا التصريح، فنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. فرصة سعيدة دكتور خالد. هلا دكتور مشتاق أحمد غربي، مركز دراسات الصحراء جامعة الأنبار، جغرافي من حي. ها دكتور يلا خلاص تقدم.